بجدد التحية بحضراتكم، والنهاردة حلقة مساء الخير يا عيلة. والنهاردة بنلقي الضوء على واحدة من أعرق العائلات المصرية، عائلة أبو شادي. وقبل الفاصل كنت متواصل مع الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين السابق اللي تولى في الوزارة السابقة على طول. كان ليك جملة مشهورة قلت فيها عصافير العالم شكرتك لما كنت سايب القمح كده بدون ايه وجوده في صوامع على جو. والله شوف، هو مصر بتعاني من مشكلة المحافظة على القمح. نعم. احنا بننتج حوالي 9 مليون طن. نعم. محلي، وبنستهلك في السنة 15 مليون طن. نعم. الرغيف المدعم بياخد 10 مليون طن، والانشطة الاخرى 5 مليون طن. نعم. لما الاقي الساعة التخزينية عندنا 1.5 مليون طن. ساعة تخزينية في مصر كلها، في مصر كلها صوامع، الصوامع 1.5 مليون طن. ما هو بس 1.5 مليون طن. نعم. عندنا 65 صومعة ساعتهم التخزينية 1.5 مليون طن. دي مأساة. اللي بنعامل القمح أسوأ ما يكون. يمكن أنا قريت تحقيق في الأهرام من يومين إن ما زال لسه بنحط في شوان ترابية أو أسمنتية، يعني في العراء عصافير العالم كله بتيجي تاكل، عارفين المواسم بتاعته، بيفسد، بيتلف، بيسرق. لدرجة ان اللي كان بيسرق، يعني امين الشونة لو سرق شوية بيحط مكانهم ايه؟ بيحط مكانهم رمل. لا يمكن. والناس تقول العيش بيقرمش. مش ممكن. يمكن ده كان هدف الاساسي، اذا كنا عايزين نعتني برغيف جيد وبصحة المواطن جيد. انا عايز اقول ان في السبعة اشهر اللي الحكومة اللي انا اشتركت فيهم في الحكومة، حولت الطاقة التخزينية من 1.5 مليون طن الى 6.5 مليون طن. وده ما حصلش. عملت صوامع اكتر؟ عملت صوامع اكتر بتتعمل دلوقتي. لما جم الإخوة في الإمارات قالوا عايزين نعمل دعم لمصر، بس بشرط إن يكونوا جاهزين بمشاريع قابلة للتنفيذ فورا. قدمت لهم مشروع بناء 25 صومعة، واديتهم الأراضي من عندي بالرسوم جاهزة، ووافقوا عليها الحمد لله، وبيبنوا 25 صومعة. الساعة التخزينية بتاعتهم 1.5 مليون طن. أيضا كان في مشروع قومي بقاله 10 سنين، الساعة التخزينية بتاعتهم 6.5 مليون، 1.5 مليون طن. ما انت مستلم 1.5. ما هم بيبنوا لنا 25 صومعة بساعة، الصومعة 60,000 طن إضافة للواحد بساعة تخزينية 1.5 مليون طن. عندنا مشروع قومي بقاله 10 سنين علشان نبني 50 صومعة بساعة 1.5 مليون طن. أيضا لقيته متعسر، كانوا بنوا 23 صومعة، خلصت صومعتين وتعاقدت على ال 25 صومعة الأخرى. كان التمويل بتاعهم متوفر، بدأنا فيهم. الصومعة بتاخد من سنة ونص لسنتين. شغالين فيهم دلوقتي، هيرفعوا الساعة التخزينية 1.5 أيضا مليون طن. القطاع الخاص كان محظور عليه يبني صوامع. ليه ما أعرفش دلوقتي؟ هقول لسيادتك يا فندم. أصحاب، بالذات أصحاب المطاحن اللي أنا بديهم القمح بتاعي عشان يطحنوه عشان يبقى دقيق، طب ما هو بياخده يحطه في التراب برضه. فأنا قالوا القواعد التموينية أنه لا يجوز صاحب نشاط يمارس نشاط آخر. نعم. مشابه. فانا قلت لهم، راجعت كل التشريعات لقيت مفيش ما يمنع هذا، فاجازت الاصحاب مطاحن القطاع الخاص انهم يبنوا صوامع ملاصقه للمطاحن. والحقيقه بنوا 58 صومعة ساعتهم التخزينيه 1.9 مليون طن. لما اجي اجمع بقى الامارات هتبني لي 1.5 مليون طن، والمشروع القومي 1.5 مليون طن، يبقوا 3. والقطاع الخاص، لدرجه ان القطاع الخاص ما عندوش القيود بتاعتنا، كان بيبني الصومعة في 6 شهور. أنا افتتحت 18 صومعة في 7 شهور للقطاع الخاص. إجمالي الصومعة اللي هيبنيها 58 ساعتهم حوالي 1.9 مليون طن، يعني نقول 2 مليون طن. 2 و3 يبقوا 5 على 1.5، يبقوا 6.5. بس كده أنت خرجت من الوزارة والعصافير العالم لا تدعو لك، تدعو عليك. يعني معلش، بس يكفيني إن شعب مصر يدعي لك. أروح لرضوى أبو شادي،
ضيفت النهاردة وواحدة من أفراد عائلة أبو شادي، خريجة جامعة أمريكية، والدها طبيب، والدتها طبيبة، وبدل ما تطلع على الطب وتقعد في العيادات بتاعت أبوها وأمها، سابت كل ده وراحت للفن. ليه؟ الفن ناداكي ليه؟ أنا بحب الفن من وأنا صغيرة. أنا في الأول قبل ما أشتغل بالفن أنا كنت مذيعة هوا في قناة الحرة، وقعدت اشتغلت في الاذاعه يعني 8 سنين، سنتين منهم كانوا في الحره وغيرهم 6 برامج قبليهم على دبي وابو ظبي وقنوات كلها خارج مصر. بعدين لما رجعت مصر يعني كان افضلي ان انا اشتغل بالفن، لان ده كان حلمي طول عمري، يعني ان انا اشتغل بالفن، ودي الحاجه اللي انا كنت بحبها. والدي ووالدتي من نوع من الناس اللي هو بيشجعوك على اي حاجه عاوز يعني تكونها، اهم حاجه انك تكون ناجح فيها. كان في عمل جميل كان مع المسلسل عرف البحر مع الفنان الكبير نور الشريف، واحكي لي قصه الغرق اللي كنت هتغرق فيه. في يوم احنا كنا بنصور في اسكندريه وكان المشهد ان انا بنتحر، وبعدين المفروض ان استاذ نور الشريف بيجي بينقذني بعد ما انتحر. هو المشهد ده اما يعني في فيديو هنا موجود ليه كنت سايباه ميكنج حصري ما مش مع حد خالص. موجود عندك يا مصطفى؟ فالجزء الاولاني المشهد ده ان انا عملته من غير دوبلير، ما فيش حد عمله. الجزء ده قررت تغرق بنفسك؟ رميت نفسي فعلا من فوق صخره وفوق صخره. برد ولا حر كان في الشتاء؟ فبراير في الماكس في اسكندريه. فحتى لو اتفرجت الفنانين صعب ازاي، حتى لو اتفرجت على الفيديو هتلاقيني انا نزلت وطلعت اقول لهم الميه ساقعه، انا مش يعني كان الميه نتجمد. فالمهم جه الجزء الثاني الاستاذ نور جوه مركب واحنا واقفين لحد ما يجهزوا الكاميرات جوه، انا في الميه واستاذ نور فوق المركب الصوره اهي. ده من الجزئيه دي. ففي الجزئيه دي المفروض ان هو بينقذني، فانا متعلقه في المركب زي ما حضرتك شايف كده، وكان جنبي مساعد المخرج متعلق برده في المركب لحد ما يجهزوا الكاميرات. وبعدين بدا يبقى في تيار، المركب ترجع لورا ترجع لورا وانا تحتيها، وفجاه خبطت في الصخر والمركب فوقيه هنا كده بالظبط انا ومساعد المخرج. فاستاذ نور يعني انا طبعا عماله بصرخ والناس مش فاهمه في ايه، وفاكرين والكاميرا دارت على السن ده ضمن التصوير ان الكاميرا اشتغلت. فاستاذ نور بدا يقلع الجاكيت ويقلع وبدا ان هو يحاول فعلا يطلعني من ما بين الصخر، يعني ما بين الصخر والمركب. فهو الوحيد اللي اخذ باله لان هو شايف الصخر وشايف المركب وطلعني ما بينهم. وكل ده كان اتصور اوريدي، فالمخرج قال ايه ده، هو ما كانش ده المفروض احنا بنصوره؟ طب انا عيد. قلت له لا لا تعيد ايه حضرتك أنا تمام كده يعني. ففعلا اتاخد ده، وكان التصوير كان فعلا حقيقي، واتاخد جوه المسلسل على اساس ان هو تمثيل. فبس في ممكن فيديو لو حضرتك حابب تشوفه هيشوفوه. وعايز ارجع للدكتور يسري ابو شادي، كبير مفتش الوكاله الذريه للطاقه. هو الواحد ممكن يوصل للمنصب ده ازاي؟ بالمجهود يعني، كله بالمجهود. كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة ورئيس قسم ضمانات ومنتمي لدولة من دول العالم الثالث. يعني هو المنصب منصب فني، لأن أنا أصلا يعني مهندس نووي وبفهم كويس يعني في الطاقة النووية وفي المنشآت النووية والمفاعلات النووية. أنا كنت بحب، أنا طول عمري بعشق الطاقة النووية. أنت حضرتك عضو في الوكالة من إمتى؟ 25 سنة، من سنة 84 سنة؟ نفس الفترة المدير بتاعها وكان موجود فيها لحد سنة 2009. اللي أشرف على الرسالة بتاعت حضرتك دكتور يحيى المشاد. يحيى المشاد عالم النووي المصري اللي جرى له اغتيل سنة 81 في لندن، في باريس. في باريس بسبب انه كان قيل انه هو بيجهز للمفاعل النووي العراقي. كان هو الرجل الاول للمفاعل النووي العراقي، وكان عقليه طبعا فذة، وبالتالي طيب هرجع لقصه المفاعل مع ضيف النهارده دكتور يسري ابو شادي، بس بعد ما اخد هذه المداخله التليفونيه من الاستاذ شادي ابو شادي احد افراد العائله واللي عامل فيلم تسجيلي عن عائله ابو شادي وبينافس رضوى ابو شادي. ده هو نفس الفيلم. اهلا بيك شادي. اهلا وسهلا استاذ احمد. وعلى فكره مش بنافس رضوى حاجه، ده رضوى يعني احنا شغالين مع بعض، عاملين دويتو مع بعض يعني. شغالين مع بعض. طب كويس استاذ احمد. يعني انا حاولت اشوف لها اكل عيش بعد ما كانت هتغرق في لا يا دكتور شغال معايا. اولا كل سنه وحضرتك طيب، وكنا نتمنى تشريفك معانا. للاسف والله بنصور مسلسل مش هتصور مسلسل مع الاستاذ حسني صالح المخرج. صورة
التاني زينا وكده، فمشغولين كل يوم بنسهر الله يسهر جد ليه رمضان ان شاء الله. ما انا عارف خاطفينك من قلب المسلسل، بس عايز اعرف ايه قصه الفيلم التسجيلي عن عائله ابو شادي. قبل ما اقول لك قصه الفيلم، انا احب ارحب الوزير الدكتور محمد ابو شادي ومحمد ابو شادي الدكتور ياسر الغضوه، لان فعلا اللقاء دوت يعني فكره حلوه جدا البرنامج ان انت تعمل حضرتك برنامج عن عائله مصر. ده حاجه مهمه جدا على مستوى التوثيق، لان احنا نفتقد توثيق العائلات، لان احنا في مصر يعتبر عن يعني عائلات من كل البلاد، لان مصر طبعا زي ما حضرتك جغرافيا في الوسط العالم العربي، فهي متدنيه او قبائل كبيره. فاحنا اصلا من قبيله اسمها قبيله دانيش، دي قبيله في شبه الجزيره العربيه، ويعتبر عبرنا البحر الاحمر في ممكن تقول حضرتك 600 هجريا، واستقرينا في بني مزار في قريه. ما ده احنا قلناه في بدايه الحلقه، انت عارض ده في قلب الفيلم التسجيلي؟ اه طبعا، اه انا عارض ده في الفيلم التسجيلي، وعامل عامل مزج ما بين التاريخ وما بين الواقع. الواقع او الفتره الحاليه ان احنا ما بعد التفرقه اللي حصلت سنه 600 هجريا مع الوالي محمد معمر بالدار، قدرنا نجمع نفسينا سنه 2000 اما كان في ثلاثه من عائله شادي في عضو مجلس الشعب، اللي هو مهندس عادل شادي وابراهيم شادي واحمد ابو شادي، ثلاثه من اعضاء مجلس الشعب في محافظه في كذا محافظه. من سنه 2000 جه اللي هو محمد عبد الرحيم بدا يعمل جمعيه ابناء ابو شادي الخيريه، وبدا يجمع عائله ابو شادي كلها من كل المحافظات. انا عامل مزج ما بين التاريخ وما بين الواقع اللي احنا عملنا. بعد ما جمعنا قلنا نعمل جمعيه خيريه بحيث ان نساعد، نعمل حاجه اسمها التكافل الخدمي بين افراد الاسره وبعضها. يعني ازاي احنا بنجمع بعض عشان يبقى في هدف، الهدف بتاعنا ان احنا نساعد بعض كلنا، وده اللي فعلا بيحصل على مستوى الماده وعلى مستوى الـ 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 الطموح حتى. يعني مثلا رضوه بتمثل ممكن حد تاني، استاذ علي ابو شادي مثلا لو كان معانا النهارده في حاجه كان ممكن يقول لك ان هو من ضمن الناس اللي ساعدتني عشان احط رجلي على في طريق الاخراج مثلا، ان انا اخش جامعه في سيوه من سنه. احنا كنا نتمنى استضافه الاستاذ علي ابو شادي بس طلع في بيروت النهارده. والنهارده في بيروت وهيرجع يوم الثلاثاء، عشان كده ما كانش هيبقى موجود النهارده، ما عرفش يجي النهارده. فاحنا عاملين شبه الفيلم التسجيلي، الفكره دي يعني هي فكره المزج ما بين الماضي والحاضر، وازاي الحاضر نستغله علشان نبدا نعمل كيان واحد. بس أنا بشكر حضرتك أستاذ شادي أبو شادي اللي بيجهز لفيلم تسجيلي عن عائلة أبو شادي، بس عايز أكمل ما توقفت عنده مع ضيف النهارده دكتور يسري أبو شادي. إيه قصة المفاعل النووي اللي حضرتك صممته وعمل تصميماته، وخاصة لأن مصر قررت فيما يشبه القرار النهائي خلاص مش هتنزل المرة دي، هننشئ أول مفاعل نووي في منطقة الضبعه. مصر قررت كده؟ هو القرار اللي اتقال خلاص يعني. الجيش استلم من الارض، الجيش استلم من الارض وعوض الناس، بس ادي الصور معروضه اهي وحضرتك ممكن تعلق عليها. الحقيقه ده نموذج لاول مفاعل نووي مصري حقيقي يتصمم ويتصنع في مصر بعقول مصريه وايدي مصريه. شاركني فيه 10 من طلبه جامعه اسكندريه ومصنع وطني في 6 اكتوبر. كانت فكرته كله ان احنا عايزين نعمل، مصر محتاجة الى نوعين من المفاعلات، مفاعلات كبيرة اللي هي زي مفاعل الضبعة، ده مفاعلات بتكلم على 1500 ميجا وات، اللي انا بقول 20 مفاعل من دول يغطوا مصر بالكامل لمدة 60 سنة. لكن مصر 95% من اراضيها صحراوية، وبالتالي كان تفكيرنا طب احنا الاراضي الصحراوية دي اللي هي ما فيهاش مية ومش قادر اوصل لها ميه، هل اقدر انا اعمل مفاعل نووي صغير مش محتاج لمياه تبريد كبيره في هذه الارض؟ فكان هذه فكره تصميم هذا المفاعل اللي انا مسميه اليكس 50. هو مفاعل 50 ميجا وات يخدم 200,000 اسره وقابل للاقامه في المناطق الصحراويه او النائيه، ومش لازم يكون على البحر او على النهر. ومستو ان هو مش بس بيطلع كهرباء، ده بيطلع كهرباء وميه حلوه. طب هو عفوا هو حضرتك اكتفيت بانشاء وتصميمه بس؟ والله انا مش فاكر اللي فات على جهات مختصه. احنا خلصناه في يوليا 2013، يعني فات سنه اهو، بقالنا سنه تقريبا. حاولنا نكمل فيه لان هو كان دي المرحله الاولى، لسه في اجزاء تانية كتيره نكملها، يعني هي دي بس البدايه، نقول لا احنا قادرين ان احنا نعمل حاجه. مع الاسف يعني واجهتني صعوبات. زي ايه؟ زي اولا التفكير في مصر
انه مش معقول ان في مصريين يقدروا يعملوا حاجه كبيره زي دي. حضرتك بتتخيل بقى مفاعل نووي دي يعني دول لا ما عفوا حضرتك مش عابر سبيل، حضرتك كبير مفتشي الطاقه الذريه. لا البعض والراجل يعني ليك تاريخ انت مش يمكن ضرني احيانا ان انا كنت بظهر في الاعلام لاسباب اخرى فالناس شايفاني ان راجل وجه الميديا او ان انا بتكلم على المفاعل ده كمفاعل اعلامي، ده البعض يتخيل هذا او انه مفاعل جاست ان هو كرتون ولا ماكيت ولا حاجه كده، بس هو المفروض هيقطع لتجربه يعني الامور مش هتبقى كده. انا كان دايما طلبي للناس دي قبل ما تحكم تعال اول اتفرج عليه، تعال شوفه هو ما اتشافش ومركون لحد دلوقتي، ما اعتقد ان تقريبا ما فيش حد شافه معروضه يا شباب ما حد شافه. الفكره الثانيه ان انت تعال ناقشني علميا انا بقى حياتي كلها المفاعل، عشقي كله ويعني حبي البالغ للمفاعلات وتصميم المفاعلات وعلى مدى تاريخي كله عملت كل التصميمات والبرامج الحسابية، وبعدين ربنا اداني هدية 25 سنة زي ما قلت حضرتك في الوكالة بروح أفتش عن مفاعلات. طبعا أنا ما كنتش مفتش عادي يعني ما كنتش بروح أتفرج وعد الوقود ولا بتاع، لا ده أنا كنت بشوف المفاعل ده اتعمل إزاي. جمعت خبرة طبعا كويسة كتيرة، وبالتالي لما جيت مصر قلت يا ريت الشباب المصري بالذات اللي لسه صاعد يستفيد بهذا، لان الواحد خلاص يعني الواحد مش عايش على طول، فمين اللي هيستفيد بيه؟ الخبره اللي انا اخدتها دي هنقلها ازاي للناس؟ مع الاسف لحد دلوقتي ما جاش يعني اهتمام كبير الا يعني من اسبوع تقريبا في يعني شخصيه بارزه يعني اخيرا ابتدى يحس بحس وطني ان هذا المشروع هام جدا. شخصيه بارزه موجوده في السلطه هيتابع يعني على علاقه بالسلطه لكن مش في السلطه، لكن انا مش عايز بس اتكلم لان الموضوع لسه مخلص، لكن على الاقل اول واحد اشوفه في مصر قلبه على مصر وعايز يعمل حاجه للبلد على الاقل يعني يحل ازمه في تقديري انا هي العمود الفقري لكل ازمات الاقتصاد المصري، هي ازمه الطاقه اللي احنا داخلين فيها للاسف مع الاسف في نفق مظلم وسيء ومش عارفين نحل فيها ايه. حضرتك قلت لي انك عملت طوال ربع قرن داخل الوكاله الدوليه للطاقه. استقلت منها ليه؟ انت مش عايز تتكلم في السياسه؟ لا ما دام السياسه ده لا انا لان انا لم اقبل تحويل الوكاله، المفروض دي هيئه فنيه مهنيه محايده. ومش مفروض ان التقارير الفنيه بتاعتها تتحول الى تقارير مسيسه ويتغير اللغه لصالح دوله معينه او اتجاه معين. مع الاسف وبالذات من ساعة ما المدير الأخير ده اللي جاب في الوكالة في وقتها المصري اللي قعد 12 سنة جميع تقاريره كلها طالعة في اتجاه واحد، كوريا الشمالية، إيران، سوريا، العراق، مصر، حتى مصر. وبالتالي أنا كرجل فني وشغلتي هي الموضوع ده تقاريري كانت مخالفة عن تقاريره هو بيطلعها، اختلفنا كتير. مين اللي ليه السلطة الأعلى هو والتقرير؟ هو طبعا لأن أنا بعمل التقرير الأولي بيوصل له هو بيغير كلام بيشيل الكلام الفني وبيحط كلام مسيس يعوم الكلام زي ما عمل كده في العراق، كنا بنقول له العراق لا تملك أسلحة دمار شامل نهائي أو أسلحة نووية وكل المخابرات الأمريكية دي أكاذيب، يقوم يشيل النقطة بتاعتنا ومع ذلك من الممكن إنها تعمل دي أو تطور دي أو ضيع الكلام بتاعنا كله، وتكررت في كل الأحداث اللي بعد كده كوريا الشمالية وسوريا ومصر. بنشكرك يا دكتور ياسر أبو شادي، وخلي عادتنا كويسة النهاردة عن عائلة أبو شادي، واروح للواء محمد أبو شادي. في طقوس خاصة لعائلة أبو شادي لما بتلتقوا؟ احنا كنت عاوز برضو أوضح النقطة دي، احنا هدفنا الأساسي التواصل من عائلة أبو شادي، لأن احنا فعلا كلنا عرفنا وتأكدنا ان احنا نسبنا واحد وكلنا منتمين للأشراف ولازم نعمل تواصل بين العائلات. فروحنا فعلا مكان العائلات، رحنا 22 موقع كلنا بنجمع زمالة، يعني تروح اكتر من مكان وتتقابلوا وتقيموا وتقعدوا وتباتوا 300 واحد و 400 واحد بالعربيات من كل حته ويروحوا يتجمعوا هنا، يعني بتروح تقعدوا مثلا من جنبات نقعد هناك ونقضي وناخد معانا يعني هدايا للناس او يعني تبرعات للناس ونقيم بقى كل واحد من العائلات التانية عارف ان اخوه ده ابن عمه ده ابن عمه ده ابن عمه في اللحظات كلها. وفعلا تأكدنا كده ان فعلا الناس عرفنا ان جدودنا كانوا بيتواصلوا. طب مثلا في اخر مناسبة حصلت مثلا شم النسيم اتقابلتم كافراد اسرة
ولا بتتقابلوا في أعياد بس، عيد صغير عيد كبير؟ لا احنا بنتقابل في برضو في يوم اليتيم مثلا بنتقابل فيه ده في الجمعية في رمضان. اه في الجمعية في رمضان. لكن قبل كده كنا بنتقابل كل شهرين بنروح قرية، كل شهرين بنروح قرية 22 قرية اللي فيها مشاهدة أو مدينة كنا بنروح هناك فيها. فده يعني زي كنت بقول لهم دايما ايه، المواصل الوصل ده لازم نكسب ثواب الوصل. جدودنا كانوا بيتواصلوا وثبت اخيرا بيتواصلوا، ابهاتنا قطعهم احنا لازم نوصل، لان الرسول الله بيوصل ليس الواصل بالمكافئ. يعني انت تزورني انا ازورك، لا، الواصل من ما وصل من قطع. فاحنا جدودنا كانوا بيوصلهم ابهاتنا قطعهم، فاحنا لازم نوصل. فكان دي الهدف الرئيسي لنا كلنا احنا نتواصل. وفعلا كنا بنروح قريه نلاقي شهاده النسب بتاع العيله موجود في القريه دي، في الصعيد او في الشرقيه. حضرتك اللي عملت شجره العيله كلها؟ اه شجره العيله كلها موجوده في المحافظات كلها. بس دي خدت منك وقت كبير. خدت طبعا سنين، لكن عاوني في كده. وانا فعلا يعني تشرفت ان انا في خلال الجوله دي بمعرفه اخوه ليا واولادهم، اه زي مثلا ست اللي هو ما كنتش اعرفه قبل كده، دكتور يوسري ما كنتش اعرفه. بس اي حد شادي او ابو شادي يبقى من العيله على طول، من العيله على طول. صلاح ابو شادي مثلا، الناس عاونونا زي محمود ابو شادي من المنوفيه مثلا، برضو من الغربيه الدكتور مثلا دكتور عبد المنعم ابو شادي والدكتور يوسري ابو شادي. طيب ناخد معانا اتصال من الحاجه نجيه حسين شادي. اهلا بيكي حاجه نجيه. حضرتك ايه؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. هي دي قناه ايه؟ تي بي سي 2. ايوه تي بي سي 2. اه مع حضرتك احنا بنجتمع الليله ومخصصين حلقه. أيوة. في مساء الخير يا عيله لعائله ابو شادي اللي حضرتك فرد من افرادها. اتشرف بالانتساب اليها. تتشرفي بالانتساب اليها. ايوه. طب ليكي ذكريات مع هذه العيله؟ ايوه طبعا. زي ايه؟ اقول لحضرتك حاجه. احنا نسبنا يتصل بالأشراف. نعم. واخد بال حضرتك؟ وهي العيلة عريقة على مستوى الدولة كلها والعالم كمان. وخليها الدولة بس. الفضل في تجمعنا ده كله بعد الله لسيادة اللواء محمد عبد الرحيم أبو شادي. اللي بيشرف لي دلوقتي. أيوة. هو اللي عمل شجرة العيلة. الفضل لربنا ثم هو بعد كده. نعم. لأن هو اللي جمعنا، لأن إحنا طبعًا منتشرين في جمهورية مصر العربية. واخد لبال حضرتك؟ لا. لان احنا الجدود اول ما جم من السعوديه، واخد بال حضرتك، وقعدوا في المنيا في الصعيد وعدوا البحر الاحمر، وبعدين هم امراء الصعيد وكانوا بيحلوا المشاكل وكده. فالوالي التركي خاف على ملكه منهم فبعت لهم جيش، فطبعا هم حقنا للدماء ما رضيوش يحاربوا وكده، واتفقوا ان هو يا مش اتفقوا هو خلاهم جرى تفريقهم في مختلف المحافظات. ايوه شتتهم في مختلف المحافظات واداهم ارض بدل الارض. وما كناش نعرف بعضينا قوي يعني، انا كنت اعرف ان ليا قرايب في الاماكن ديت. يبقى انا معاكي، ونجدد الشكر والتحيه للواء محمد عبد الرحيم ابو شادي اللي عمل شجره العيله وجمعكم جميعا. هنطلع فاصل ولسه وبعد الفاصل نرجع نتواصل مع عائله ابو شادي.